التيار الصدري ينسحب ويترك فرصة تشكيل الحكومة للإطار، هل سيستطيع الإطار بالمدة المحددة وهي 40 يوما من تشكيل الحكومة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الإطار كان قد أطلق ثوابت، كان يعمل على أن لا يحضر الجلسات، لأن الثابت الذي عرضه هو الاتفاق ما بين الجميع وعدم الإقصاء وعدم تهميش أي طرف سياسي من كل المكونات، والنهج الذي سار عليه الأخوة في التحالف الثلاثي سبب إشكاليات على مستوى المكونات. كان هنالك أكثر من طرف في داخل المكونات يصرح بالتهميش وبالإقصاء، وتعقدت الأمور مثل ما حدث في اختيار مرشح رئاسة الجمهورية عند الأخوة الكرد، الإصرار الديمقراطي والقول بالتهميش من قبل الاتحاد هو الذي عقد الأمور. الإطار الآن بما طرح هو انطلق، طبعا كان قبل تغريدة السيد الصدر كان هنالك مبادرة بعد فشل جلسة الأربعاء من الإطار التنسيقي بذات السياق، هو طرح مبادرة لجمع الفرقاء جميعا، لكن بعد هذه التغريدة ربما قطع الطريق على التوافق تقريب اطلاقا. تغريدة السيد الصدر لعلها اعطى فرصه، وايضا لعلها هي فيها باب انفراج. سيستطيع الاطار ان يشكل الحكومه بهذه الفتره نعم ام لا؟ يعني مع من سيتفاوض؟ والاطار ربما اتهم اغلب الاطراف التي تحالفت ضمن التحالف الثلاثي او تحالف انقاذ وطن، ربما هناك من اتهامات واضحه لهذه الاطراف، مع من سيتفاوض الاطار في هذه الفتره؟ اولا التحالفات متحركه، لا توجد تحالفات ثابته، اليوم التحالف الثلاثي ليس في ذات التحالف الثلاثي الذي كان قبل لربما شهر، ودليل الجلسه التي حصلت في يوم الاربعاء لم تستطع ان تجمع اكثر من 170 نائبا على مستوى الحضور، كان هنالك ايضا ذهاب الجزء الاكبر من المستقلين ومن اطراف اخرى في القوى الكردستانيه نحو وجهه النظر الاخرى التي تقول بالجمع وليس بالاقصاء وحصر الامر بثلاثه اطراف فقط، فبالتالي فرصه الاطار اليوم كبيره. التحدي الاكبر امام الاطار انه جمع ال 220، ف ما حصل في جلسة الأربعاء كان من يتواجد في الإطار الشيعي والقوى المتحالفة معه هو بحدود 250 أو أكثر من النواب، يعني الإطار جمع قادر 70 نائب من قادر غيرهم. خصوصا بعد البيان المشترك لتحالف السيادة والديمقراطي بتمسكهم بالشراكة مع التيار الصدري. نعم، حتى البيان بيان السيادة مع الديمقراطي هو لا يشير بأنه لا يتحالف، لكنه متمسك بشراكته مع التيار الصدري الشيعي، ولكنه يقول نعم يقول نحن متمسكون بالتحالف مع التيار الصدري، وأصلا الإطار الشيعي يقول بأنه سيكون أول المفاتحين بهذا الاتفاق، وأيضا هو يصر على إشراك التيار الصدري وأن يكون هنالك اتفاق نحو تقديم مرشح من الكتلة الأكبر من الطرفين من الإطار ومن التيار، فبالتالي لا توجد دعوة إلى المقاطعة، ولكن بأنه يحق للإطار ربما التفاوض مع كافة الأطراف عدا التيار الصدري. نعم، هذا هو جزء من التكتيك السياسي الذي ذهب له السيد مقتدى إلى أنه يذهب وعقدوا اتفاقيات، و السيد يعلم بأن التحالفات ليست ثابتة، ومن لعله أمر واقعي جدا أن يكون تحالف السيادة وأيضا حتى الديمقراطي بتحالف جديد مع الأطراف الأخرى مع الإطار الشيعي، وتكون الدعوة باقية ومفتوحة إلى السيد مقتدى الصدر. كان هنالك مواقف مشابهة وجرى تغيير بها، نتذكر أن السيد مقتدى الصدر قبيل الانتخابات كان قد أعلن بأنه لن يدخل في الانتخابات، وأيضا كان هنالك دعوات إلى عودته، لكن بعد نتائج الانتخابات ونجح بعد ذلك، ويعتبر هو الفائز الأول، المواقف ربما ثابتة من بعد إعلان النتائج وحتى الآن،
لا توافق وهناك حكومة أغلبية وطنية. الإطار من يشكل الحكومة مع الكرد والسنة، أو التيار من ربما هو من يقوم بتشكيل الحكومة مع الكرد والسنة، لكن الإطار والتيار لا توافق، وأيضا ذكر ذلك في تغريدة يوم أمس. نتائج الانتخابات بما عليها وبما لها هي ليست الحاسمة في كل العالم، ليست نتائج الانتخابات هي التي تشكل الحكومات، من يشكل الحكومات هو التحالفات، وهذا الأمر موجود في كل العالم، حتى في الانتخابات العراقية هو الأساس التحالفات، من ينجح في التحالفات هو ينجح في تشكيل الحكومات. والأساس اليوم أنه الطرف الذي يذهب إلى تأسيس التحالفات هل يذهب من منظار ضيق بالإقصاء والاقتصار والتهميش، هنا تكون خياراته محدودة. هذا ما وقع به الأخوة في التحالف الثلاثي، وفشلوا في أن يعقدوا جلسة انتخاب رئيس إلى مرتين، وهذا الذي توصل له السيد مقتدى، ولهذا قرر كتكتيك سياسي أو رؤية سياسية يعني ربما عملية التعطيل التي الإطار ذهب إليها على الجميع، وهو يمتلك مرونة في التحالف مع الجميع. نعم أكمل دكتور. فأقول بالنتيجة تحرك الإطار تحرك سابق، وكان هنالك تفاوضات مع هذه القوى الآن التي هي تشكل، طيب سواء كان دكتور يعني بحسب ربما لم تكن هناك حكومة من دون التيار، كيف ربما ستستطيعون من تشكيل حكومة من دون التيار؟ هل هذا وارد أم ربما ستشكل الحكومة بعد 6 أشهر؟ من الممكن أن ربما يتم انهيار هذه الحكومة أو إعادة الانتخابات، يعني كيف ستكون الأمور أو كيف السيناريو المتوقع أن يتم تشكيل حكومة من دون التيار الصدري؟ نعم، من يعمل إلى تشكيل حكومة مستقرة نعم يدرك بأن بقاء أي طرف خارج هذه الحكومة لربما يشكل ضغطا على هذه الحكومة، وأيضا وجود معارضة تقويمية هو أمر إيجابي جدا، لكن معارضة بشكل آخر واستغلال الشارع ممكن أن يسبب إشكاليات. طيب دكتور يعني لماذا رفض الإطار دائما؟ هناك ربما من فرصة لأن يكون جداً الإطار هو في المعارضة، لماذا يرفض الإطار أن يكون هو المعارضة التقويمية؟ إطلاقا إطلاقا هذا أمر ليس دقيق. الإطار أعلن بالأكثر من مرة بأنه هو لماذا يعيق إذن انتخاب رئاسة الجمهورية، جلسة رئاسة الجمهورية لماذا يعيق؟ ألا تعتقد بأن الإطار ربما ذهب إلى مغامرة مميتة؟ كنت سأجيبك لو كنت سأجيب على سؤالك لو صبرت عليه. تفضل. الإطار التشريعي التنسيقي اتخذ القرار المعارضة للمنهج الذي ذهب عليه الأخوة في التحالف الثلاثي، منهج الاقتصار بكل شيء على هذه الأطراف الثلاثة. نوع المعارضة هو أن يوفر الثلث الضامن لكي لا يمضي مشروع التفرد من قبل الأطراف الثلاثة. هذا كيف يكون الضمان؟ بعدم إمضاء جلسة اختيار رئيس الجمهورية، وهذا حق سياسي للطرف الذي يعتقد بأن وجهة نظره هو الصحيح. يعني سيذهب الإطار للمعارضة في حال عدم تشكيل الحكومة بالمدة المحددة، هذا أعلنه الإطار التنسيقي، قال بأنه لو الأخوة في التحالف الثلاثي مضوا ونجحوا فإنه سيذهب إلى المعارضة الإيجابية مع الأطراف الأخرى، ولكن عمل السياسي تفاهماته توافقاته نجحت في جذب قوى سياسية إلى وجهة نظره، وهذا ما تحقق في جلسة السبت، كان الحضور 202 كما أعلن، في جلسة الأربعاء 170، هنا عندنا فرق بحدود 30 نائب تحولوا من هذا الطرف إلى هذا، وهي تغيير قناعات، وهنالك آخرون أيضا تغيروا بقناعاتهم، وهذه القناعات المتغيرة ممكن أن تصب في مصلحة تحرك الإطار نحو تشكيل حكومة موسعة سينضم عليها ولها عاجلا أو آجلا الأخوة في الكتلة الصدرية. إذن المحلل السياسي الدكتور هاشم الكندي كنت معنا، شكرا جزيلا لك على جميع هذه الإيضاحات.